بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي التلاميذ والتلميذات. اذا تحت طلب مجموعه من التلاميذ طلبوا واحد النموذج ديال الفرد الاخير ديال الدوره الاولى، وغنحاولوا نصحوا في هذا الفيديو واحد النموذج ديال فرد محروس ديال السنه جذع مشترك علوم خيار فرنسيه. اذا غادي نبداو بالتمرين الاول بطبيعه الحال. قبل ما نبداو اذكر بالناس اللي مازال ما اشتركوا، حاولوا اشتركوا باش تدعموا القناه، وحتى الناس اللي اصلا مشتركين شاركوا الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر القناه، باش نحاولوا ان شاء الله نطوروا يعني الفيديوهات مستقبلا. نحاولوا نهتموا بزاف بالجذع مشترك علوم، لان كنلاحظ انه بالرغم انني كنبذل مجهود كبير في هاد الدروس هادو ما كنلقاش الدعم يعني المتوقع او المنتظر، يعني كنلقى نسبه المشاهده قليله بزاف، وهذا الشيء كيعني انه ما كاين حتى شي واحد اللي كيهتم بهاد الفيديوهات ما عدا واحد النسبه قليله ديال التلاميذ. اذا كنتمنى انكم يعني تنشروا الفيديوهات ديال القناه وتزادوا عدد المشتركين ونسبه المشاهده باش نستمروا ان شاء الله في هاد جذع مشترك علوم بطبيعه الحال، ونكملوا معكم الدروس ان شاء الله في هاد السنه هادي. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول، نقراوه. لا فالور دو شون دو بيزونتور إي جي إيكال أ 9.8 نيوتن سور كيلوغرام. لا لونغور أ فيد دان روسور أسبير نون جوانتيف إي إل زيرو إيكال أ 6.1 سنتيمتر. إذا هنا نبداو الشرح هو الأول. القيمة ديال شدة الثقالة هي جي كتساوي 9.8، هادي راه معروفة كلكم كتعرفوها. بالنسبه لا لونغور افيد دان غوسور يعني الطول ديال واحد النابض، غوسور هو النابض، الطول ديالو في الحاله الاولى مازال ما وضعنا فيه حتى شي جسم صلب هو L0 كيساوي 6.1 سنتيمتر بطبيعه الحال. السؤال الاول on suspend à ce ressort en position verticale un solide S de masse M schéma 1. La nouvelle longueur finale à l'équilibre L1 égale à 11 سنتيمتر. اذا حنا شنو غنديرو في الحاله الاولى في الشيما يعني الشيما زيرو ما حطينا حتى شي جسم ما كاين والو، ولكن عندنا ال زيرو هو يعني الطول ديال النابض، ال زيرو كتساوي 6.1 متفقين. ولكن بالنسبه للشيما الشيما 1 خدينا واحد الجسم اس ولا واحد المهم جسم اس ان سوليد اس، وضعناه هنا ولاحظنا ان النابض هو تزاد الطول ديالو هو ال ان والسوليد هو اس متفقين. اذا هادشي اللي كاين عندكم ال ان هي 11 سنتيمتر. بوغ لا بروميير كيستيون ا كيل فورس لو سوليد اس ايتيل سومي. هنا ذكروا لنا بالنسبه للفورس التي ما هي القوى التي يخضع لها الجسم اس، وبطبيعه الحال القوى التي يخضع لها الجسم اس كاين بزاف ديال القوى في الشيما. كاين عندنا القوه الاولى هي بي ديال الوزن لو بوا دو سوليد اي تي بيان سور لو طونسيون دو ريسور. اذا هنا نكتبو مثلا il soumise soumis à deux forces à deux forces يعني عندنا جوج قوى. بالنسبه للقوه الاولى اللي ذكرت هي بي، وشنو هي بي؟ بوا دو سوليد بوا دو سوليد اس بيان سور. بالنسبه للقوه الثانيه هي تي لا تونسيون دو ريسور تونسيون du ressort. اذا كانوا هادو هما الاجوبه ديال يعني السؤال الاول. ننتقلوا لا كيستيون 2 اون ايتيديون ليكيليبر دو سوليد يعني غادي ندرسوا التوازن ديال هاد لو سوليد هذا. ايتابلير ليكسبرسيون ليتيرال دو ام لا ماس دو سوليد اون فونكسيون دي دوني اون دون لا كونستانت دو رايدور دو ريسور I de ressort I K égale à 20 نيوتن fois le mètre moins 1. يعني هنا غادي ندرسوا التوازن ديال هذا الجسم بطبيعه الحال. هنا طلبوا منا ايتابلير ليكسبرسيون ليتيرال دو ام يعني غنعطيو التعبير ديال ام بدلاله اون فونكسيون ك، وبطبيعه الحال بزاف ديال المقادير الاخرين يعني غادي نحاولوا نحصلوا على ام بدلاله المقادير اللي عطاونا في التمرين. اذا بالنسبه لهذا السؤال راه سهل ما واعرش. كنعرفوا ان ملي كنقولوا التوازن حنا عندنا جوج قوى، عندنا القوه بي والقوه تي، يعني غنطبقوا العلاقه بي بلس تي ايكال ا زيرو متجهه المنعدمه. علاش؟ لانه عندنا قوتين عندنا توازن، وبالتالي غادي يكون مجموع ديال القوى كيساوي صفر. اذا هادشي كيعني ان الشده بي كتساوي تي، وشده الوزن كتساوي التوتر ديال النابض، وكنعرفوا ان بي كتساوي ام في جي، هذه تكافئ بي كتساوي ام في جي، و تي كنعرفوا حسب العلاقه في الدرس هي ك في دلتا ال، ك في دلتا ال. اذا عندنا ام مضروبه في جي هتساوي ك، دلتا ال هي الفرق، هي ال ان ناقص ال زيرو، دلتا ال هي ال واحد ناقص ال زيرو ولا لونجمون بطبيعه الحال. اذا هنا لقينا العلاقه، فقط غادي نشدو ام كتساوي هنا تجي نحولوها للطرف الاخر هي ك ال واحد ناقص ال زيرو مقسومه على جي، وبالتالي هذه العلاقه اللي مطلوبه في السؤال. ننتقلوا للسؤال رقم 3، كالكولي لا فالور دو لا ماس ام. اذا نمشيو نحسبوا لا فالور ديال هاد لا ماس، هادي غنديرو ام تساوي، اذا ام تساوي ك ثابته النابض عطاوها لنا هي 20، غادي نضربوها في الفرق ديال ال1 ناقص ال2، ال1 عطاوها لنا هي 11 وناقص 6.1 هي 4.9، وما نساوش نحولوا المتر لان هذيك بالسنتيمتر 10 4.9 في 10 ناقص 2، ثم غادي نقسموا كلشي على الجي اللي هي 9.8، وغنحسبوا النتيجه نلقاو تقريبا 0.1 كيلوغرام. الى حولناها للغرام نلقاو 100 غرام. متفقين؟ اذا كان هذا هو السؤال رقم 3، ما فيه حتى شي صعوبه. غنتقلوا السؤال الثاني ولا الجزء الثاني. لو سوليد اس سسبوندي او ريسور ايميرجي مانتنون دون ان ريسيبيان الو شيما 2. يعني هذاك لو ريسور، هذا النابض اللي كان عندنا هنا، مشينا حطيناه في واحد في الماء، غنحطوه في واحد الكأس ولا واحد الإناء فيه الماء. متفقين؟ نكملو. لا نوفيل لونغور فينال دو ريسور L2 إيكال 9.2 سنتيمتر. يعني منين جاو حسبو الطول ديال النابض لقاو ان هاد L2 L2 كتساوي 9.2 سنتيمتر، وهنا نلاحظو بانها نقصت لان L1 كانت كتساوي 11 سنتيمتر. مزيان. بالنسبة للسؤال هنا، أكيل فورس لو سوليد est-il soumise représenter ses forces sur le schéma 2. يعني ما هي القوى التي يخضع لها الجسم S، ثم طبيعة الحال غادي نمثلوا هاد القوى في الشكل. اذا اول حاجه القوى كنعرفوا انه كاين عندنا P لا فورس بيان سور P ديال لو بوا، كاين عندنا T، وكاين عندنا واحد لا فورس اللي جديده هي FA كما ذكرت. لا فورس الجديده هي اف ا نعرفوها من بعد. اذا غادي نبداو كل وحده نشرحوا شنو هي. بالنسبه للبي راه باينه هي بوا دو سوليد، وزن ديال الجسم الصلب، بوا دو سوليد. تي راه باينه لا تونسيون دو ريسور، تونسيون دو ريسور. ثم بالنسبه للاف ا هي لا فورس دارشيميد وبيان لا بوسي دارشيميد، وهذه هاد لا بوسي دارشيميد هي دافعه ارخميدس اللي كتطبق من طرف الموائع او اللي في الويد ولا الماء مثلا في هاد التمرين هذا. اذا هذه هي لا فورس ولا فورس دارشيميد. فورس دارشيميد، وهنا كنكونوا جاوبنا على الشق الاول من السؤال. ثم غادي نمشيو للشكل وغادي نمثلوا هاد القوى بطبيعه الحال. اذا عندنا التمثيل ديال القوه الاولى هي بي لو بوا. كنعرفوا ان لو بوا دائما كيكون دائما كيبدا من مركز الثقل ديال الجسم نحو الاسفل. اذا لو بوا يبدا من هنا، يعني هذا هو الوصول، بدا يمشي للاسفل تقريبا. هذا هو لو بوا. بالنسبه اذا هذه هي بي متجهه. بالنسبه للقوه الثانيه هي القوه قوة T هي هذه ديال لا طونسيون دو ريسور. هذه بطبيعة الحال كنبداوها من تماس بين النابض والجسم، ها هو التماس كاين هنا. اذا هذاك التماس هيكون هنا القوة، والنابض كيدير كيجر الجسم نحو الاعلى. اذا هذه هي قوة T. اذا هنا نمشيو معكم شوية باش تفهموا، هذه هي القوة T متجهة. بقات لنا القوة الثالثة هي القوة ديال لا بوسي دارشيميد، وهنا هاد القوة هادي بطبيعة الحال كتكون ديما كتدفع الجسم نحو الأعلى، وكتبدا من مركز ديال الجسم لأنه مغمور كليا في الماء. هادي نبداوها من هنا وكتدفع الجسم نحو الأعلى بحال هاد الشكل هذا. مبغيتش نديرها منطبقة معها باش تبان لكم. هادي هي اف ا كتدفعو نحو الأعلى. إذا اف ا و تي عندهم نفس الاتجاه، عندهم نفس المنحى، و بي متعاكسة معاهم. اذا جاوبنا على السؤال الثاني او الاول ديالو. نمشيو للثاني، السؤال الثاني في هذه الفقره الجزء هذا. كالكولي لا فالور دو طونسيون دي ريسور T2 ابري سون اميرسيون دون لو. يعني غادي نحسبوا T2 بعد غمر الجسم الصلب في الماء. اذا T2 سهله، غادي نطبقوا غير القاعده. كنعرفوا ان بالنسبه هنا واحد الاشاره فقط ماشي غير هذا التمرين. دائما الا بغيتو تحسبوا التوتر ديال النابض عندكم جوج علاقات، اما T كتساوي K في دلتا L، ولا ممكن كتستنتجوها انطلاقا من الا كان الجسم في توازن كديروا T تساوي P تساوي M في G مثلا. هاد جوج علاقات راه اساسيين كتخدموا بهم بزاف وغنخدموا بهم من بعد. اذا T2 كتساوي K في دلتا L تساوي ك. بالنسبة لدلتا ال هي L2 ناقص L0، و ك عطاو لينا كيساوي 20. L2 ناقص L0 عندنا L2 هي 9.1 إلا رجعنا للمعطي ديال التمرين، ناقص 6.1 كتساوي لينا تقريبا نلقاو بنيوتن 0.62 نيوتن. هذه النتيجة النهائية. إذا نمشيو للسؤال الثالث. Montrer que l'intensité de la poussée d'Archimède s'écrit sous forme FA égale à K fois L1 moins L2 et calculer sa valeur. إذا هنا خصنا نبينو بأن شدة دافعة أرخميدس كتساوي هاد العلاقة هادي. خصنا نبينو هاد العلاقة هادي، وبطبيعة الحال إلا بغينا نبينوها أي خصنا ضروري أنه نستعمل بعض المعطيات ديال التمرين. بطبيعة الحال نحتاجو هاد العلاقة هادي اللي كاينة عندنا هنا. هاد العلاقة اللي كاينة هنا عندنا P كتساوي M في G كتساوي لينا أصلا K L1 ناقص L0. إذا غنحتاجو أن P، غادي نلقاو أن P كتساوي K L1 موان L0 لأنه كاين داك الجسم في حالة توازن. إذا هاد العلاقة غادي نحتاجوها كيما ذكرت، وغادي نبداو الإجابة على هاد التمرين هذا. إذا دابخي لا كيستيون، دابخي la question 1 2 on a P شحال كتساوي اصلا ام جي، وكتساوي ك L1 موان L0. وحنا كنعرفوا ان الجسم اس خاضع لثلاث قوى هما القوى P و T و FA. يعني الصوم ديال هاد القوى هادو ديال لي فورس P بلس T بلس FA يساوي المتجهة المنعدمة. وإلا جينا درنا الإسقاط كنعرفوا أن T و F متعاكسين مع P. يعني T و F عندهم نفس المنحى و P متعاكسة معهم. إذا نديرو P ناقص T ناقص F A كيساوي صفر. هادشي كيعني حنا شنو بغينا نحسبو F A هي هادي. يعني F A غتساوي لينا P موان T. يعني غنحولو اف على الطرف الاخر وكنحصلو على هاد القاعده الاخيره هنا. بطبيعه الحال تي هي تي 2، هادي هي تي 2 اللي اصلا كنحسبنا سابقا. اذا اف ا شنو غتساوي ليا؟ اف ا غتساوي بي اصلا عندنا هي هادي ك عامل ال 1 موان ال 0 بلس ولا موان تي 2. تي 2 هي هادي ك موان ك عامل ال 2 موان L0. ثم نديرو عملية النشر ك، ولا نعملو عفوا نعملو بك ك عامل L1 موان L0 موان L2 بلس L0. إذا ما درت والو غير عملت بك فقط. وهنا نلاحظو عندنا موان L0 بلس L0 يمشي، وغتبقى نحصلو في الأخير على FA كتساوي لنا ك عامل ال1 ناقص ال0. وهذه هي النتيجة النهائية ديال هذا السؤال هذا. وإلا حسبتو بالتطبيق العددي لأن طلبوا منا كالكولي سا فالور، غادي نعوضوها نلقاو 0.36 نيوتن. عوضوا كل حاجة بقيمتها، وما تنساوش تحولوا للمتر. هاد ال1 و ال0 حولوهم للمتر، عفوا ماشي ال0 ال2. ها هي مشيو لا ديغنييغ كيستيون. اون ديدويغ لو فوليم دو لو ديبلاسي اون دون غود ديال لو. هي هادي اون ديدويغ لو فوليم دو لو. هنا نطلبوا منا نحسبوا الحجم ديال الماء. اذا مباشره كتسمعوا الحجم ديال الماء كنعرفوا ان كاين علاقه كتربط بين لا بوسي دارشيميد اف ا مع الحجم بطبيعه الحال. هي اف ا اصلا كتساوي ام في جي، كتساوي ام في جي لان عندنا التوازن، كتساوي ام هي غو في 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 جي، لان اصلا الكتله الحجميه غو كتساوي ام على في لا ماس سور لو فوليم، هي لا ماس فوليميك. اذا نكملوا بالنسبه للطلب، حنا مطلوب منا اننا نحددوا في الحجم. اذا في شنو غتساوي؟ هي في غتساوي اف ا مقسومه على اش؟ على غو ضربه في جي. وغادي نعوضوا تطبيق عددي. إذا في تساوي ليا اف ا حسبناها هي 0.36، غنقسموها على غو عطاوها لنا هي 10.3 نضربها في 9.8 ديال جي شدة الثقالة. ثم إلا حسبنا غادي نلقاو في النتيجة النهائية نلقاو 0.036 لتر. إلا عوضتو بطبيعة الحال تحولوها غتلقاوها بالمتر مكعب، ومنها تحولوها تلقاوها باللتر. وبالضبط إلا حولنا بالمليلتر باش تبان لينا هي 36.73 مليلتر. إذا كان هذا هو الجزء الأول ليكزارسيس ديال التمرين ديال الفيزياء. غيبقى الجزء الثاني ديال الكيمياء غادي ندوزوه في فيديو آخر. وكنتمنى أنكم تستفدتوا من هذا الفيديو هذا، وموعدنا في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.